من يعنف يعنف. الطفل الذي يتعرض للقسوة والبطش لما بيكون صغير بدأ تنمى عنده مشاعر الخوف. نوصل للطفولة المتقدمة يبقى الخوف ولكن يتحول إلى غضب. بس يوصل للمراحل المتقدمة يعني بلوغ للمراهقة بعدين الرشد، الخوف والغضب بعدهم موجودين كاملين ولكن بيتحولوا لعدوانية، لأنه اليوم هو كبير هو بيقدر يدافع عن نفسه مش مثل ما كان طفل صغير يخاف بس ما قادر يدافع عن نفسه. وبتحصل عملية نفسية كتير كتير صعبة بهالعمر من إلا التجاذب الوجداني العاطفي. أنا بحبك بس ليش عم تأذيني؟ أنا بحبك بس ليش مش عم تفهم علي؟ أنا بحبك أنت بيي بس ليش أنا وياك ما عم نقدر نحكي؟ أنا بحبك أنا بكرهك، يعني حب وكره بنفس الدقيقة بلحظة معينة بيصير فقدان للوعي، بيمد إيده على سلاح وبيقتل الأب لأنه درجة العنف عنده صارت كتير كبيرة. والعنف ممكن يكون غير مبرر مرات، يعني ممكن يكون الشغلة كتير صغيرة بس التراكمات منذ الطفولة لهون وصلته إنه يرفع سلاح ويقتل. بحالة تانية بنشوف أب ممكن يقتل ابنه. صحيح الأب هو اللي كان المسؤول الأول عن الخوف والغضب والعنف اللي وصل له الولد، بس هو لأنه صار فيها العلاقة السلبية مع ابنه وابنه بطل يرد عليه، ولأنه شخصية الأب أصلاً سلطوية والإنسان السلطوي بده كل الناس يقولوا له حاضر ويكونوا تحت أمره، بلحظة فقدان وعي نفسي ممكن يمسك سلاح ويقتل ابنه. أولادنا مش ملك إلنا، أولادنا منهم ملك خاص، لازم نربيهم يكون عندهم شخصيتهم المستقلة، لازم نتنازل شوي عن أنانيتنا كأهل.